محمد أمين أبي دار، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في إطار متابعتنا الوضع الحقوقي ومتابعتنا الملف الهجرة وطالبي اللجوء في الناظور، كانت وصل الفرع بواحد طلبات المؤازرة عند 5 العائلات من الناظور حول وضعية الأبناء ديالهم في الجزائر. أبنائهم اللي كانوا مرشحين للهجرة السرية كانوا مرشحين للهجرة السرية من الجزائر، حيث تم التوقيف ديالهم من طرف السلطات الجزائرية، وهما الآن متواجدين في أحد مراكز الشرطة بوهرن. كنا تواصلنا حتى مع هاد الشبان 5 أبناء مدينة الناظور اللي استفسرناهم حول وضعيتهم الصحية والنفسية، اللي أكدوا أنهم كيعيشوا واحد الوضعية صحية ونفسية صعبة من جراء الظروف ديال التوقيف ديالهم اللي طالت لمدة أشهر دابا، إضافة لأنهم يخوضون اليوم إضرابا عن الطعام، دابا وصل على ما أعتقد اليوم 48 ساعة في غياب أي تدخل ديال المصالح القنصلية المغربية في وهران، رغم توفرها على المعطيات الكاملة حول هاد الشبان 5، وكذلك معهم 22 مواطن مغربي آخر يتواجدون في نفس المركز ديال الشرطة، و30 آخرون اللي ما كنعرفوش بالضبط المناطق ديالهم من المغرب، ولكن مغاربة كاينين في مستغانم. فالدولة اليوم مطالبة أنها تتدخل بشكل عاجل للوقف ديال معاناة هاد المواطنين، ويتم إرجاعهم للوطن ديالهم للعائلات ديالهم باش تصون كرامتهم وتصون حقوقهم الوطنية. وهذا إجراء للدولة سبقات ودارته في محالات سابقة أخرى، اليوم خصها تدخل بعجالة. وهذا الشيء اللي كان الفرع داره في الرسالة اللي وجهها لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة الخارج، وكذلك وزير الداخلية. فداخل الجمعية نجدد المطالبة أن الدولة أنها التدخل العاجل لنقل جميع المغاربة المتواجدين في مراكز الشرطة الجزائرية، ومدة توقيفهم طالت واحتجازهم طالت الأشهر. هذا حق ديال المواطنين، خص تضمن الدولة ديالهم المواطنة ديالهم الكاملة في أي بلاصة كانوا فيها. وشكرا.